جاي من جرح. الضغوطات هي فقط شخصيه ما بين مورينيو وما بين بيب جوارديولا، لكن مستوى الترتيب لاجل ان لا يتوج الجانب الازرق في المدينه وان يكون الاحتفالات على حساب الجانب الاكبر. يقدم موسما استثنائيا ويسعى للتتويج مبكرا. كره عند ديفيد سيلفا، محاوله تاتي، تسديده قويه من ديفيد لكن الى خارج ارضيه الملعب، وصلت الى ركله مرمى عند حارس فريق مانشستر يونايتد ديفيد دخيا. سنه التتويج باللقب متى؟ اليوم، الاسبوع الجاي، اللي بعده سيتوج السيتي. كره عند برناردو سيلفا في منطقه الجزاء، ملعوبه المحاوله، ديفيد دخيا يتصدى للمحاوله الاخطر في شوط المباراة الأول. اللي موجودين من مشجعين اليونايتد في أرضية ملعب الاتحاد، راسية، القائد في ليلة من ليالي العمر بالنسبة للسيتيزن، الموطن الأول لكامباني يتقدم، يرتقي، يسجل، يضرب من جديد. القائد فينسنت كامباني يصنع الفارق الآن من ركلة ركنية ملعوبة عن طريق ثانية في منطقة من جديد، محاولة لمصلحة مانشستر يونايتد، أمامية ملعوبة بالخطأ تعود إلى لورو الثانية. الثانية يبحث عن التقدم، يتقدم، وصلت بعد ذلك إلى غوندوغان، إلى رحيم ستيرلينج داخل منطقة الجزاء، محاولة ملعوبة خطيرة، نعم من جديد غوندوغان، استلام غوندوغان، مرور غوندوغان، روعة غوندوغان، فن. السيتي يقترب، السيتي يقترب، هذه كرة ديفيد دخيا بالخطأ في اللقطة الماضية، وصلت إلى ثانية إلى غوندوغان، محاولة إلى ستيرلينج في الاستلام في اللقطة الماضية، الله عليك يا ولد. جولة على فريقي أو الفرق التي دربها جوزيه مورينيو. كرة من رحيم، فرصة للثالث، فرصة للثالث، ضاعت الكرة الماضية على العارضة، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، والمحاولة بعد ذلك تصل إلى ركلة مرمى. شوف التمريرة مثالية جدا في المرة الأولى، وديفيد سيلفا بعد ذلك شهر هنالك في ويمبلي على أساس أن يخرج بموسم فيه بطولة واحدة. كرة بمحاولة رحيم، مرة أخرى رحيم ستيرلينج في اللقطة الوضعية كلها بالنسبة لأصحاب الدار. الله 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 الله، ساني يتقدم، عرضية وصلت إلى رحيمه، يا رحيمه يا رحيم، في اللقطة الماضية تسديدة، لكن التصدي يأتي من ديفيد دخيا في عهد البريمير ليج. وهنا صافرة النهاية تنطلق، تعلن نهاية النصف الأول من هذه القصة. مجموعة من أسماء أخرى، عموما الكرة، هذا 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 سيلفا، هذا ديفيد سيلفا، إلى رحيم، إلى ثالث، يا الله يا الله يا الله على السيتي وعلى متعة السيتيزم. شوف الكرة الماضية، عيني عليك يا سيلفا، رحيم إلى غوندوغان، لكن القائم الآن، القائم في حال حقق الانتصار في هذا اللقاء، أي أنه سيكون على بعد 7 نقاط من معادلة رقم تشيلسي، بالإضافة إلى رقم أخرى. بوغبا بوغبا بوغبا، نعم، يسجل الفرنسي، يقلص الفارق، يضع بصمته في هنا في هذا اللقاء، ويسجل هدف أول لمصلحة اليونايتد. غلوري غلوري، من جديد يعود، لا يرمي المنديل، يحافظ على الأمال. الله الله على الصناعة، الله الله على الصناعة من نيمانيا. ماتيتش يلعب الكرة الماضية بالصدر، هيها هيها، لا لا، هيريرا هيريرا، تويج بوغبا في أرضية الملعب، لا يرمي المنديل، يعود يونايتد الآن، ومن المحاولة الأولى على المرمى يسجل، يبحث عن التعديل. كرة تصل إلى سانشيز في منطقة الجزاء، بول بول، جول جول جول،
وليس أمام يا غوارديولا. وفي أرضية ملعب الأولد ترافورد هنالك نجح الفريقان في التعادل 2-2. ديفيد سيلفا في منطقة الجزاء يلعب كرة لكن تصل إلى ديفيد دخية. كولين جيبسون واللاعب ستراتشان هم سجلوا لمصلحة اليونايتد في ذلك اللقاء، والبيستون وكلايف فيلسون هم سجلوا لمصلحة السيتيزن في آخر مواجهة جمعت ما بين الفريقين. بدلت الكثير من الأحوال والوضعية الآن فيها ظهور لمصلحة اليونايتد. يتقدم الآن لاعب أليكسيس سانشيز. يبحث عن المرور، يبحث عن مساندة إلى جيسي لينغارد. يسدد قوية لكن مرت إلى خارج أرضية الملعب، الكرة والمحاولة الماضية وصلت إلى ركلة مرمى. هذه كرة أليكسيس سانشيز وهذا المرور في اللقطة الماضية والمحاولة بعد ذلك وصل. من هو أشهر من لعب للفريقين؟ كرة بمحاولة ملعوبة تأتي. نعم يسجل الآن سمولينج، يسجل، يضع الكرة في المرمى، يعلن عن الانتصار، يقلب الطاولة على سيتيزن في أرضية ملعبهم، يصنع الفارق بكرة تأتي من خلف المدافعين. ما الذي حدث؟ ما الذي تغير؟ غوارديولا يعطي مبدأ إتاحة الفرصة الأفضلية. تأتي الآن عرضية راسية. أكويرو بالرأس لكن إيدردن. كرة تأتي الآن عرضية في منطقة الجزاء ملعوبة، كرة في المرمى. لا 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 لا. شوف الكرة الماضية لا زالت في أرضية الميدان. صافرة النهاية تنطلق الآن مشاهدينا متابعي قنوات بي إن سبورتس في كل مكان. يونايتد ينتصر.